أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرسل فيه أهم ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والأجنبية، ونبدأ مع أهم العناوين. طالع في موقع الهيئات، الأمين العام للهيئة يلتقي وفدا مشتركا من مؤسسة قرطبة والخارجية السويسرية. ونطالع في المدى، 5 مليارات دولار صادرات إيران للعراق خلال السنة الماضية. أشير في موقع كتابات العراقيون العائدون إلى مناطقهم المحررة، الانتخابات أم البحث عن جثث الأحباب. ونتصفح في الجزيرة نت، زوغري بيرغ يعترف بالخطأ أمام الكونغرس. نتصفح في العربي الجديد، الرئيس السوداني يصدر قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. ونقرأ في القدس العربي، استقالة مستشار ترامب للأمن الداخلي. وأخيرا وليس آخرا، نتصفح في الحياة، إيران تجهد لكبح تهاوي الريال وحكومتها تشكو حربا اقتصادية. أهلا بكم. لا ينفك الحديث في الذكرى 15 لاحتلال العراق عن المأساة التي عصفت بالبلاد في جميع جوانب الحياة المادية والمعنوية والتاريخية وحتى الحضارية وغيرها، بما لا يسع مجال محدود أو وصف ملموس للتعبير عنها، نظراً لشدة وطأتها على العراق وبلداً وشعباً وتأثيرها المتراكم والمتلاحق على المنطقة التي أدركت متأخرة أنها تمضي نحو هوة من الشتات والفوضى كان بإمكانها تلافيها لو أنها منعت أو تصدت للغزو والاحتلال، أو على الأقل ساهمت في دعم مقاومته والقوى التي ناهضت مشاريعه. في مقال بصحيفة البصائر يتحدث الكاتب جهاد بشير عن دور المقاومة في العراق ضد الهيمنة الأجنبية. ومع الذكرى 15 للاحتلال، لا ينبغي للراصدين والمتابعين الاكتفاء بتوسيع دائرة الندب والرثاء على ما آلت إليه أوضاع العراق دون التعبير عن دور المقاومة واستذكار تضحيات أبنائها ومحاولة العمل لدعمها وبث روح الإقدام لدى الشعوب المسلمة لتغيير مفاهيمها تجاه العمل المقاوم الذي يسعى الغرب وعملاؤه إلى طمسه تحت مسمى الإرهاب في مغالطات تتنامى وتتكاثر يوماً بعد آخر. وحتى لا يكون في الصورة غواش، جدير بالمتابعين أن يتذكروا وبما وصلوا متأخرين إلى مسرح الأحداث أن يدركوا بأن دور المقاومة العراقية في التخفيف من وطأة وشدة آثار الاحتلال كبير وثمين، والتاريخ يحفظ ملفات في هذا السياق ستطلع عليها الأجيال اللاحقة بلا شك، بعدما كانت لدى قوى الاحتلال خطط تبلغ من فظاعتها مبلغا لا يتصور ولا يدرك بوصف، وكان لها لو أنها نفذت أن تأكل أخضر المنطقة ويابسها، ولصارت بعض الدول التي أخذت تدرك الخطر مؤخرا أثرا بعد عين، ولبلغ بها الانهيار حدا ربما يكون أسوأ مما حصل في العراق. يقول الكاتب: مما يهم في هذه المرحلة من تاريخ العراق المعاصر أن تلتفت الأنظار إلى حقيقة الواقع وتبصر مجريات أحداثه بوضوح بموجة الوعي الشعبي الغاضب من مخرجات الاحتلال والناقب على نتاجات العملية السياسية، مؤشر واضح على تنامي ثقافة الرفض التي انطلقت المقاومة منها، ليدرك المتابعون بشكل مباشر أو غير مباشر أن المشروع المقاوم في العراق ليس بميت ولا متلاشي، وإن له تأثير كبير في ثقافات الناس بإثباته صحة مساره، ولكنه للأسف مغيب ويخضع لمحاولات طمس ونسيان.
في 9 أبريل من عام 2003 يقول الكاتب: سقطت بغداد ولكن لم تسقط، تم احتلالها، احتلال بغداد بكل ما تعنيه هذه الكلمة من استحقاقات. ومنذ اليوم التالي لهذا التاريخ أصبح أمرا واقعا أنها باتت تحت الاحتلال. وهنا توقف الكثير من المراقبين وعامة الشعب العربي يمعنون النظر جيدا فيما سيأتي لاحقا، ليس بالنسبة للعراق فقط ولكن للمنطقة عموما. فيقول الكاتب: فسقوط هذه الحاضرة العربية بل احتلالها خسارة عظيمة ومرارة كبرى في هذا الزمن بالذات، وأن تداعيات الحدث لن تكون محصورة في الجغرافيا العراقية وحسب، بل ستشمل المنطقة لما لهذا البلد من دور محوري وأهمية استراتيجية كبيرة، حيث بات الكثير، بالأحرى باتت الكثير من الأسئلة المصيرية والملحة تدور على الألسن: ما هو وجه العراق التالي؟ وما هي التحديات الآتية؟ الغريب أن هذه الأسئلة ما زالت حتى اليوم تبحث عن إجابات لها، بحسب الكاتب مثنى عبد الله في مقال بصحيفة القدس العربي. لقد تورط الأمريكان في عملية غزو واحتلال العراق لأن الغزو كان مرتبطاً بفكرة الثأر التي تغلغلت في عقولهم بعد أحداث 11 من سبتمبر، لذلك لم يكن ضمن الأجندة تحقيق ترتيبات سياسية مستدامة، وكانت الاستراتيجية المتبعة تقوم على الاعتماد الكلي على القوة العسكرية كوسيلة لتغيير مجتمعات ودول في المنطقة، ثم التعامل مع الظواهر والإفرازات الناتجة بصورة آنية كلا على حدة. لذلك نجد العملية السياسية في العراق ما زالت حتى اليوم بدون حدود واضحة، وأهدافها سائبة وحبلى بالمفاجآت غير المنطقية وغير المتوقعة. ونتيجة لذلك ما زال البلد عاجزا عن شق طريقه والخروج من المأزق الذي وضعه فيه المحتلون، كما أنه حتى اللحظة لم يصبح دولة طبيعية بأي شكل من الأشكال، حيث تتوالد مشاكله بأسباب ومبررات كثيرة، مع عدم قدرة السلطات فيه على التعامل مع الظلم السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأنها هي من تنتجه. فرغم مضي عقد ونصف العقد على لحظة الشروع في الغزو، لكن تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني ما زالت جميعها بعيدة المنال. وحتى اللحظة التحديات ما برحت ماثلة، بل تبين أن سقوط المدن في قبضة المحتلين ولد حالات سقوط كثيرة ومستمرة في شتى المجالات وعلى كل الأصعدة، ما يؤكد أن ارتدادات الحدث ما زالت فاعلة وأثاره السلبية لم تتوقف على المدى المنظور. فقد حددت حالة الاحتلال شكل البيئة السياسية في العراق، لكن علامة الاستفهام الكبرى هنا بقيت مشرعة على احتمالات المستقبل بعد أن تبين فشل المنظومة السياسية الجديدة برمتها. لا تستند الحكومة العراقية المتعاقبة إلى أي قاعدة قانونية تسمح لها باستقطاع عشرات الكيلومترات من قلب بغداد والمدن الأخرى وتحويلها إلى مناطق أمنية محظورة إلا على أفراد الطبقة السياسية العراقية وعائلاتهم. القضية لا تخص فقط أحياء كرادة مريم والتشريع والحارثية وجزء من القادسية التي أطلق عليها الأمريكيون المنطقة الخضراء بعد عزلها بالأسوار الكونكريتية، بل يتعلق الأمر بمربعات أمنية كبرى ومهمة استقطعت لمصلحة رئاسة الجمهورية وعدد من المسؤولين والمؤسسات والشخصيات في الجادرية والكرادة الشرقية والمسبح والمنصور واليرموك والنسور في بغداد ومربعات أخرى تحتل أفضل المواقع وأكثرها أهمية في المدن العراقية الأخرى، بحسب مقال الكاتب مشرق عباس في صحيفة الحياة اللندنية. ولو كانت هذه المساحات المستقطعة بالكتل الإسمنتية تقع في أطراف مدينة كبغداد لكان في الإمكان التعامل معها، لكنها عمليا تشل العاصمة وتقطع أهم شرايينها الحيوية وتحيل ما تبقى من شوارعها إلى جحيم من الزحامات والاختناقات المرورية. في مثل هذه الأيام من عام 2016 قرر مئات الآلاف من المتظاهرين اقتحام أسوار المنطقة الخضراء،
وقتل على أعتاب تلك الشوارع شبانا بغداديين بأيدي حراسها، كما قتل طوال السنوات الماضية عشرات من شبان وشابات بغداد المحتجين وهم يحاولون عبور جسر الجمهورية للوصول إليها. وقيل دائما إن المتظاهرين يتجاوزون القانون وينتهكون التعليمات ويستحقون القتل، لكن واقع الحال أن من حق أي مواطن عراقي الدخول إلى المنطقة الخضراء التي تضم شوارع وأنفاقا وجسورا هي ملك الشعب ووضعت في الأساس ليستخدمها السكان، وأن حدود المؤسسات الحكومية والتشريعية ومنازل وقصور المسؤولين والسفارات والشركات هي أسوار بناياتها كما هي مسجلة في الخرائط الرسمية وليس الشوارع والممتلكات العامة. ويضيف الكاتب بعد 15 عاما من الاحتلال الأمريكي ليس من حق مسؤول أن يطالب العراقيين بالمزيد من الصبر على الكانتون العنصري الذي يتجذع في قلب عاصمتهم، ولا من حقه مطالبتهم بالرضوخ لتعليمات ليس لها سند قانوني تقطع أي شارع وأي جسر وأي مساحة حق عام في المدن. نحو البصرة، باتت إيرادات أم قصر أكبر الموانئ العراقية حجما مهددة بسبب عمليات فساد كبيرة أدت لإهدار جزء كبير من إيراداته، ووفقا لما كشفه مسؤول عراقي بارز في مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي للعرب الجديد، تسيطر هناك ميليشيات مسلحة وأحزاب سياسية على الميناء المطل على مياه الخليج العربي في البصرة جنوبا، وتفرض أتاوات على البضائع الواردة أو الصادرة بحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد. وحسب تقارير رسمية تقع على عاتق هذا الميناء مهمة توفير غالبية المواد الغذائية للبلاد فضلا عن السيارات والمواد الإنشائية والاستهلاكية المختلفة. ومن جانبه قال مسؤول حكومي بارز للعربي الجديد إن إدارة ميناء أم قصر أعلنت أنه حقق إيرادات مالية بلغت 44 مليار دينار نحو 40 مليون دولار خلال عام 2017، لكن الحقيقة أنه حقق أكثر من 100 مليون دولار على أقل تقدير، استولت على نسبة كبيرة منها الأحزاب السياسية والميليشيات المسلحة التي تسيطر على الميناء. وأضاف المسؤول الذي رفض ذكر اسمه أن هناك تلاعبا بالجمارك وعمليات وزن البواخر ونوع البضاعة وعدم تسجيل سفن كاملة تدخل الميناء فضلا عن إتاوات يأخذها مسؤولون من التجار، وفي حالة عدم الدفع تتأخر عملية تسليم البضائع حتى تتلف. تضيف الصحيفة أن هناك تجاوز كبير، تجاوز الفساد الخطوط الحمراء لدرجة أن كل رصيف من رصيفة الميناء يكون باسم جهة سياسية أو جماعة مسلحة معينة، فنجد رصيفا لحزب الدعوة وآخر لحزب الفضيلة وثالث لحزب الله العراقي، بالإضافة إلى سيطرة ميليشيات العصائب على أرصفة أخرى، وعلى التاجر أن يدفع مبالغ لهم وإلا فإن بضاعته ستتلف داخل السفن، وأن الشرطة في الميناء والجمارك متواطئون بسبب أنهم شركاء أيضا في الفساد ويتقاضون عمولة. يبدو أن مجلس النواب المقبل سيشهد المزيد من الرمال المتحركة والانتقال السريع للقوى والجماعات السياسية، لكن النتائج الأولية ليست بعيدة عن التضاريس الوعرة التي لا يمكن اختراقها والمنعرجات الضيقة التي لا يمكن القفز فوقها أو تجاهلها، الأمر الذي سيحتاج معه إلى تدخلات خارجية دولية وإقليمية بحسب الكاتب عبد الحسين شعبان في صحيفة الزمان العراقية. وتقوم التوافقية السياسية على المحاصصة والتقاسم والوظيفي الإثني والطائفي في نظام أقرب إلى الغنائمية الذي يعتمد على الزبائنية والأتباع للحفاظ على نوع من التطامن القلق والذي لا يمكن تغييره بسهولة، لكنه كرس على نحو شبه مباشر في الدستور فيما سمي بمصطلح المكونات
الذي ورد ذكره 8 مرات، وهو ليس سوى صيغة تقاسم خارج دائرة المواطنة والمساواة. وعلى الرغم من شكوى الجميع منه، لكنهم ما زالوا يتمسكون به لتقاسم الرئاسات 3، حيث أن رئاسة الجمهورية هي من حصة الأكراد، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة. وتتطلب المقاعد البرلمانية للحصول على الأغلبية أن يكون لدى الكتلة الأكبر 165 مقعداً. لم يخلو المشهد السياسي من بعض المفارقات المثيرة للسخرية، فبعد صراع ماراثوني معلن ومستتر، توصل حزب الدعوة الإسلامية إلى حل ديمقراطي، ألا وهو خوض الانتخابات بتحالفين منفصلين. تحالف لما يسمى ائتلاف النصر، يقوده رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في حين يرأس سلفه نور المالكي تحالفاً قديماً كان العبادي أحد أقطابه، وهو دولة القانون. واحتكم المتصارعان إلى صيغة وسط. الكاتب هنا يضيف: المشهد السياسي بعد الانتخابات سيحتاج إلى عملية قيصرية لإعادة تشكيله أو ترميم العملية السياسية بعمتها وفقاً لنظرية التخادم السياسي وتوازن المصالح واتفاقها، بحسب الكاتب. جزيرة نت: نقرأ على تخوم شرق قطاع غزة المعذب بالحصار والذي عاش قبل سنوات 4 تراجيديا: الدم والدماء وعنفوان البطولة وملاحم الفداء فوق الأرض وتحت الأرض، ومن مسافة 0 يرابط الجيل الرابع بعد اللجوء الذي لم يعش في فلسطين التي هجر منها أجداده ولكنها عاشت فيه. فأسقط المقولة الإسرائيلية القائلة والتي تقول: الكبار يموتون والصغار ينسون. تحت عنوان: المسيرات نضال يحيي القضية، كتب محمد إبراهيم المدهون في الجزيرة نت. إن غزة هي يوسف هذا الزمان حين تنكر له إخوته، ولكنه أبدا لم يخذلهم رغم كيد ومؤامرات لم تنتهي. غزة اليوم تنهض مجددا وتقف على قدميها منتصبة القامة في مسيرات العودة الكبرى وحراكها السلمي الشعبي، لتنقذ العالم من ظلمه وانحراف أخلاقه وسقوط إنسانيته، وتنقذ الإقليم من شهوة الزعامة المراهقة التي ترهن المنطقة للسيد الأمريكي بالتبعية الساقطة لبنيامين نتنياهو. مشهد مسيرة العودة الكبرى جاء ترجمة لإعلان يتجدد: لا صوت يعلو فوق صوت الشعب الفلسطيني. انطلقت مئات الآلاف زحوفاً لا تلتفت إلى الوراء لتتسلم الراية بعد السقوط المدوي لراية مشروع التسوية بتلاشي حل الدولتين، وإعلان دونالد ترامب دفنه بشطب القدس، وسقوط فريق أوسلو الذي يمارس التنكر لغزة بكل صلف وعنجهية بإجراءات انتقامية لا إنسانية. جاءت مسيرة العودة الكبرى لتقف في وجه مشروع تصفية القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن، أو ما أفضل تسميته بصفقة ترامب. إن الحراك الشعبي الفلسطيني السلمي الحالي هو الأضخم من نوعه منذ عقود بمئات الآلاف، وبهذا الشكل يتعزز الالتفاف الوطني والتحاضن بألوان الطيف الفلسطيني التي طالما تناقضت في برامجها ومشاريعها، مما أوقع شرخا طوليا جسده انقسام لم يعد قابلا للعلاج بخطط ترقيعية ومصالحة تبدو طبخة حصي.
بعيدا عن السياسة، أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية الثلاثاء الياباني ماسازو نوناكا البالغ من العمر 112 عاما كأكبر رجل معمر على قيد الحياة في العالم. وكشفت عائلة نوناكا عن سر عمره المليء، وهو ضعفه أمام السكريات واستحمامه المتكرر في ينابيع المياه الساخنة. وقالت حفيدته يوكو نوناكا إنه يعشق تناول كل أنواع السكريات اليابانية والغربية، مضيفة هو يقرأ الصحف يوميا ويستحم في أحيان كثيرة في ينابيع المياه الساخنة. وحصل نوناكا الذي يعيش مع عائلته التي تدير نزلا تقليديا في جزيرة هوكايدو شمالي اليابان على شهادة من أريكا أوغاوا نائبة الرئيس لموسوعة غينيس في اليابان. ويعتبر نوناكا أكبر رجل معمر في العالم بعد وفاة المعمر السابق فرانسيسكو نونيز أوليفيرا بإسبانيا في يناير الماضي عن عمر يناهز 113 عاما. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.